طبعا مرض الانسداد الشعبي المزمن من الامراض اللي بتصيب الشعب الهوائيه والحويصلات الهوائيه في الرئتين، وده من الامراض اللي احنا بنقول عليها مرض مزمن يمكن علاجه ولا يمكن شفائه. الطريق الامثل لتشخيص مرض زي مرض الانسداد الرئوي المزمن هو قياس وظائف الرئه او كفاءه الرئتين عشان نوصل لتشخيص صح، نستبعد بعض الأمراض اللي ممكن تكون أعراضها مشابهة لمرض الارتاب المزمن، لأن بيكون الشخص مصاب بنوع من أنواع النهجان، وده بيكون له برضو درجات وحدة معينة. الكحة المستمرة اللي قد تكون مصابة بالبلغم، طبعا تشخيصه مبكرا بيؤدي إلى إصابة أو عدم إصابة الشخص بالمضاعفات. وضع الخطة العلاجية المناسبة طبقا للتشخيص وطبقا لتوصيف المرض نفسه في أي مرحلة من المراحل بتاعته، هتقدر نحط العلاج المناسب للمريض، هنقي المريض من الإصابة بالمضاعفات المرض. والمريض ده طبعا من زي ما قلنا إن أكثر عرض بيكون مصاب به هو النهجان، اللي بيؤدي إلى عدم مقدرة هذا الشخص إلى بذل مجهود أو الاستمرار في العمل. فبالتالي الخطة العلاجية المظبوطة هي اللي هتخلي المريض يقدر يتعايش ويقدر يتفاعل مع هذا المرض ويكون شخص يعود إلى العمل بتاعه بطريقة جيدة.